السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هعمل حامل المعالق والشوك بتاع السفرة. دوت خشب خام، انا عملته دهنته بالشكل ده كده، صندوق من جوه متقسم علشان يتحط فيه شوك ومعالق، مثلا ممكن خل، حاجة السلطة يعني. ده الخشب الخام انا دهنته اسود عشان هشتغل بيه بالمنظر ده، هشتغل عليه بالشبشيك، فعلشان كده انا عملته اسود. ليه عملته اسود؟ علشان انا حابة ان انا اضيف عليه الصورة دي، والصورة دي جراي على ابيض اسود، فحابة ان انا اشتغل عليها بالصورة دي، فان شاء الله هنشوف مع بعض هنعملها ازاي. طبعا احنا اخدنا قبل كده او شرحت لكم قبل كده الشبشيك، ان انا بمشي بالشمعة على الخشب بعد ما بصنفره وادهنه واخلص تأسيس بتاعي، اشتغل بالشمعة بالشكل ده في اتجاه واحد زي ما اتفقنا. طبعا هعملها كلها، وبعدين انا جهزت اللون الجراي الخفيف ده اللي هشتغل بيه، حابة ان انا اتقله شوية، اللون الابيض ده جامد مش حباه، حابة ان انا اتقله شوية. اضفت عليه شوية اسود بالشكل ده واقلب لحد ما يتجانس مع بعض الالوان ويديني اللون اللي انا عايزاه بالشكل ده. ده اللون الجراي اللي انا هشتغل بيه. طبعا هعمل عليه كله هعمل على الصندوق كله، وبعدين نرجع نشوف هنعمل ايه. كده انا عملت الاتنين، واحد على جراي وواحد على روز. الفكرة ان انا بعرض فكرة عمل وليس تكنيك، لان التكنيك نفسه بتاع الشابي شيك انا شرحته قبل كده، فعلشان كده ما صورتش الخطوات. انا شرحت بشكل عام ان انا عملت شابي شيك ولزقت ورق طباعة ليزر، والشكل النهائي بالمنظر ده انا قلتلكو فكرة مش تكنيك. ده كده من جوه سايباه اسود زي ما هو، الناحيتين شبه بعض، ومن الناحية دي عملت ستنسل بالورد وزيها من الناحية التانية. دي فكرة السبت الاولاني او الصندوق الاولاني. الصندوق التاني من ناحية عملت معلقة وردة، عشان هي الورقة بتاعتي فيها مجموعة معالق وشوك وورد بالمنظر ده. هي دي اخدت منها. الناحية التانية عملت برضو هنا كده على الدراع بقية الشريط ورق وستنسل بالورد، والناحية التانية شوكة وسكينة، يبقى ناحية شوكة وسكينة وناحية معلقة وورد. وده الشكل النهائي للعمل بتاع النهاردة. اتمنى الفكرة تعجبكم وتجربوها ان شاء الله، وانتظروني في عمل جديد وفكرة اخرى.